للتنقل بين أحياء مدينة حلب لا توجد وسيلة أخرى سوى ما يطلق عليه حافلة الشجعان، فهؤلاء فقط من يتجرؤون على ركوبها. كان محمد بحاجة إلى أقل من 10 دقائق للتنقل بين أحياء حلب التي مزقتها الحرب. اليوم تستغرق الرحلة أكثر من 10 ساعات بين الرعب والخطر. حواجز ومخاطر، وأنا مضطر أسافر بكوني موظف، وهذا يعني مصدري الوحيد للرزق. أحيانا بسافر مرتين ثلاثة، عم نحط شي 5000، بنعدى أحيانا بنحط للحواجز. على المسافرين في هذه الحافلات العبور بين خطوط تماس وحواجز تفتيش تتبع للقوى الثلاث المقاتلة في حلب، المعارضة والنظام والمتطرفون. عمليا لا يفصل بين غالبية أجزاء المدينة أكثر من 50 كيلومترا، لكن اختلاف القوى المسيطرة والمعارك المستمرة في مناطقهم تجبر المدنيين على السفر لأكثر من 500 كيلومتر مرورا بريف حماة للعبور إلى الطرف الآخر من مدينة حلب. عندي صيدلية بالريف، كنا نضطر نطلع من حلب لحما وبعدين نلف لهذيك المناطق مشان أحسن أوصل لصيدليتي، كان تحت سيطرة الجيش الحر. طبعا هذا الشيء ياخذ وقت كثير وجهد وحواجز وتفتيش وامور كثير صعبة. يعني يسمى طريق الخوف لأن الوضع العسكري والأمني شديد التغير هنا بين الجبهات المشتعلة ونيران القناصة وحواجز القوى المسلحة الكثيرة. الأخطر هي مناطق سيطرة المتطرفين في ريف حلب الشرقي. بتبلش المعاناة بعد يعني ما يوصلوا للمجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش باتجاه مدينة حلب، ما تجاوز شيء 400-500 كيلومتر. كل هذه المخاطر ليعبر السكان داخل مدينة حلب التي تزداد تمزقا وانقساما، شأنها شأن جميع مناطق سوريا. مريش حاضر، العربية.